صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، يقول هل يدخل في هذه الآية كفار قريش وما حل بهم يوم بدر؟ بالنسبة لنا نعم، هذا بالنسبة لنا هم من قبل نعم، أما بالنسبة لهم فالمراد بذلك الأمم السابقة لهم كعاد وثمود وقوم إبراهيم نعم.